أخوتي أخواتي الأحبة، الله معكم. نحن بسلسلة تعليمية جديدة تابعة للسلسلة يلي حكينا عنها سابقا، وهي كانت هبات الروح القدس السبعة. اليوم حنحكي عن ثمار الروح القدس. هذا العنوان مأخوذ من رسالة مربولوس غلاطيا الفصل 5 الآية 22. قبل بالآية 21 القديس بولس بيحكي عن أعمال الجسد وبيقول هي ظاهرة وبيعدهم، وبيحط بالمقابل بالآية 22 و23 من الفصل ذاته غلاطيا 5 بيقول أما ثمر الروح فهو المحبة، الفرح، السلام، الصبر، اللطف، كرم الأخلاق، الإيمان، والوداعة، والعفاف. يعني نحن على 5 أو 6 حلقات رح نحكي عن هالثمار يلي هي ثمار الروح القدس، وهي النتيجة العملية الظاهرة لهبات الروح القدس يلي حكينا عنهم من الحكمة للفهم لمخافة الله لكل يلي عرضناهم نحن ويكون وتأملنا فيهم. ببداية هذا الفصل برسالة غلاطيا مربولوس بيحكي عن حرية الإنسان المسيحي لأنه هو ابن الله، هو حر، عنده حرية أبناء الله. وهالحرية بينبهنا ما تكون لحساب فرصة للجسد، إنما حريتك بوصفك ابن الله هي قوة لحتى تعيش هذه ثمار الروح. وهل التضاد يلي بيحطه مربولوس أعمال الجسد وأعمال الروح أو ثمار الروح مش تيقلنا إنه انت اعمل هيك هيدا ما تعمله، هيدا غلط هيدا صح، لا، عم بيقلنا انه نحن صرنا مع المسيح على مستوى اخلاقي، وهي كل مرة انا بعيش ثمار الروح مش هذا الثمار لإلي، هذا الثمار كمان لخير الاخرين يلي انا بعيش معهم، يلي هني عم بيعيشوا معي نفس الحقوق نفس المتطلبات، بتخلينا نحن عم نكون بمجتمع مسؤول مبني على ثمار الروح القدس، مبني على أبناء الله يلي نحن بوسط هذا العالم، وبيكون عم نأسس حياة اجتماعية منظمة، وبالتالي حياة أخلاقية أرفع أسمى من الحياة الأخلاقية المسموع فيها المرغوب فيها أو الممنوع فيها، لأنه قد منشوف هذا محلل وهذا غير محلل. بالنسبة للمسيح ما في شيء من هذا القبيل، نحن نعيش مع المسيح لنكون أبناء الله، عم نعيش مع بعضنا البعض وبخلاص لبعضنا البعض. حنحكي اليوم عن أول ثمرة من ثمار الروح القدس، الحب أو المحبة ذات الشيء بهذا النص. حب الله يبدأ أولاً، يتم نشره في قلوب الناس، وهو الموقف يلي بيختصر كل الأخلاقية الإنجيلية. وهذا الشيء بيعبر عنه يوحنا برسالته الأولى، إن الله هو الذي أحبنا أولا. فإذا هل معنى هو الأساس، هو الانطلاق، هو كل الحياة الأخلاقية الإنجيلية اللي بتخليني أنا أحب؟ كل مرة عم بحب عم بعيش هالثمرة، أنا عم بجاوب الله عم حبته لألي، إن الله هو الذي أحبنا أولا. والمعنى الثاني لهالكلمة المحبة يلي هي من ثمر الروح القدس هي نتيجة مودة وعطف تجاه الآخر، أو مثل ما بنسميها بنقول هذا قلبه طيب. فإذا هالثمرة المقصود فيها هي موقف من جوا، لأن اليوم مثل ما بيقول البابا بينديكتوس كلمة محبة تشوهت، عم نستعملها على العمال وعلى الباطل مثل ما بنقول بالتعبير الشعب الدارج، إنما لا، هي من جوا موقف باطني، انعطاف نحو شخص لخدمته لمحبته قبل ما أفكر وقبل ما أعمل حسابات. لحتى نعرف هذا الشيء
رح روح أنا ويكن على نص يمّل كانت أرملة نائين ابنها الوحيد ميت مثل ما بيقول إنجيل لوقا، وحاملين النعش وإلى المدفن، ويسوع فايت هو وتلاميذه. بيقول إنه تحركت أحشائه ليسوع المسيح. بيعمل ثلاث شغلات. أول شغلة إيده يلي بتدل إنه أنا مدد إيدي للآخر، ما أنا بحب وما بدي أحكي معه، هو ببيته وأنا ببيتي. لا، أول شيء تصرف الإيد. يسوع عطفه محبته مع هذه الأرملة يلي ميت وحيدة ما عندها غيره، بيحط إيده على التابوت بيقول له أيها الشاب أقول لك انهض. ما أنه تحركت أحشائه هو مرة هيك الله يصبر أمه وضل ماشي. فالحب ثمر، بس قول ثمر يعني في عمل، وإلا لا يكون ثمر. شجرة تفاح ما فيها تفاح ما إلا طعمة، أو شجرة زيتون أو ما إلى هنالك. تاني تصرف بيدل على الحب تصرف الفم يلي منشوفه بكلمة يسوع الصائب نحو هذا الشاب، أم الشاب عفوا بيقول لا تبكي، عم بيعزيها ما تبكي. يعني أوقات نحن هم بدنا ننتبه كيف منعزي، نحن أوقات منعزي منزيد هموم الناس، يا ريت منضل ساكتين منحط إيدنا على صدرنا ومنقول الله يرحمه نفسه بالسماء بيكون أفضل. فإذا هذا التصرف الثاني. وتصرف الثالث هو تصرف القلب، أخذته الشفقة. فإذا هيدي هي الحياة الإنجيلية بالتمام والكمال. وأول موقف بالها الحقيقة هو الحب تجاه الآخر، هو المودة، هو إنك تفتح قلبك تجاه كل إنسان عنده ألم. للأسف قبلين إذا ناس ما بتحكي مع بعضها عند الموت عند المصيبة كانوا يرضوا ببعضهم، أما اليوم لا، بعد الحقد منه موجود، موجود بقوة، عفوا موجود بقوة. يعني حتى الموت لا يحل هذا الحقد. ونحن منقول مسيحيين لا، من ثمارهم بيقول يسوع تعرفونهم. ورح أذكر نص كتير حلو للقديس بولس منقراه بعيد انتقال السيد العذراء من رسالته إلى أهل روما الفصل 12:9-15. بيقول مر بولس، واللي بيحب يقرأ يرجع ياخذ المرجع، لتكن المحبة بلا رياء، اكرهوا الشر والزموا الخير، ليود بعضكم بعضا بمحبة أخوية، تنافسوا في إكرام بعضكم البعض، اعملوا للرب بهمة لا تفتر وروح متقد، كونوا في الرجاء فرحين وفي الشدة صابرين وعلى الصلوات مواظبين، كونوا للقديسين في حاجاتهم مشاركين وإلى ضيافة الغرباء مبادرين، باركوا مضطهديكم، باركوا ولا تلعنوا، افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين. من أجمل النصوص اللي بتخليني عيش الحب أو المحبة يلي طرحه القديس بولس. بختم أنا وياكم بهالثمرة الأولى، خلينا نحن نبتهج نفرح. الإنسان اللي بيعيش الحقد وعكس الحب بفكر حاله حر، إنما حقده مربطه، بيضل عيش التعاسة، بيضل عيش الغم من نجاح الناس الآخرين. الحب هو على مثال الرب يلي وهب زيته، نوهب زيتنا إلى الآخر، قدرة تحولني أن يكون بعلاقة أعمق مع الآخر يلي موجود معي. وابعد عن خلي الخبث والسوء يفوتوا على قلبي ويفوتوا على فكري. هيدي هي أنا ويكن اليوم أول ثمرة من ثمار الحب. والقديس يوحنا الصليب بيقول في آخر النهار سوف يديننا الله على المحبة
آمين.